فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بالنسبة لسكان جدة يتعجلون ويؤجلون طواف الوداع بحجة الزحام ثم يعودون بعد ذلك بعد أيام، ما ينفعهم هذا الطواف الوداع عند السفر، عند الخروج من مكة بعد الحج، خروج من مكة إلى جدة أو إلى الطائفة أو إلى غيرها بعد الحج. أما أنه يروح ويقول بجي بعدين، ما يجي، فاته، يكون عليه فدية. نعم.